هذا وأكد الدكتور عادل سلمان الصياد استشاري علم الأوبئة والصحة العامة رئيس قسم مكافحة الأمراض بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة خلال استضافته في برنامج وطني الذي يعرض على شاشة تلفزيون البحرين، أكد أن الزيادة الكبيرة في عدد الحالات القائمة في مملكة البحرين لم تنعكس على حالات الدخول إلى المستشفى أو العناية المركزة. في البداية نحب أشير أن الإجراءات اللي نتخذها عادة مبنية على الأسس العلمية والملاحظات والنتائج الموجودة سواء عالميا أو محليا. نعم. وطبعا في كل مرحلة من الوباء يكون في استراتيجية مختلفة. الاستراتيجية الرئيسية في دي المرحلة هي الوقاية من حصول حالات إصابة تستدعي الدخول للمستشفى. نعم. والدخول إلى العناية القصوى. وهذا يمكن تشوفون ان يعني ركزنا حتى في الاعلان عن النتائج نركز على الحالات اللي تدخل المستشفى. صحيح. والعنايه القصوى بالدرجه الرئيسيه القائمه. نعم، مهم جدا موضوع ان نعرف اي قد عدد الحالات، لان نبغى نستخلص منها الحالات اللي ممكن تستدعي دخول الى المستشفى. فعدد الحالات عالميا نفس ما تفضلتين عالميا والكل يعرف عالميا في زياده. صحيح. احنا في البحرين حالنا حال العالم في زياده، ولكن ولله الحمد هذه الزياده لم تنعكس زياده كبيره في صحيح. حالات ادخال المستشفى ولا حالات العنايه القصوى.